أنا حضرت معرض العطور في إيطاليا، في لوس أنجلوس، في فرنسا، في باريس. يعني بقول لكم اللي شفته الحين يمكن حتى ما شفته هناك، رائع. كل شيء مرتب، كل شيء بكي، كل العطورات، كل الستاف اللي موجود، النظافة، الاستقبال، كل شيء كل شيء كل شيء حلو. معرض لين 3/11 إن شاء الله بيكون. أتمنى من الكل يحضر يستفيد ويشوف ويتعرف على العطور اللي ممكن، يعني عشان لما أنت لما تطلب مثلا أونلاين البوتيكات تكون على الأقل شميت العطر، ولما توصل هني ضروري بتاخذه. أنا شميت كذا عطر، مريت على كل بوثات البنات الفاشينيستات اللي عندهم عطور روعة وتعبانين فيها، كل واحدة فيهم عندها تيست ونكهة معينة وطابع معين. الله يوفقهم إن شاء الله من نجاح للنجاح. أتمنى أن كانت مثل ما أنا شفته رائع، تشوفونه أنتم كمان رائع وزيارتكم لا تكون روعة. ننتظركم أي وقت تشرفونا في معرض أرض المعارض بوتيكات قاعة 7 VIP Hall. نوايد أحدكم ومبسوطة، وفعلا كانت زيارة. أنا أمس جيت يعني بصفة رسمية أني أنا أجي عشان أشوف وأغطي عشان عطري، افتتاح عطري روجة، لكن لما شفت المعرض اليوم تحمست أني أرجع وأجي وأشوف كل البوثات لكل الفاشينيستات. الله يوفقكم حبايبي، كل شيء كان رائع، كل شيء كان بيرفكت. أحبكم، إن شاء الله بشوفكم قريبا كمان معرض العطور. أحبكم.